سؤال اليوم هو بشقين. أم عندها طفلتين 5 سنين و3 سنين. بنت ال5 سنين عم بتطالب أمها بأنها تعتني بقطة، والأم بتخاف كتير وبتقش القطط، والبنت الثانية 3 سنين حطتها بتاختها، صارت تنيمها بغرفة أختها بسريرها لحالها. كل ليلة البنت بتترك تختها وبتيجي عند أهلها على سريرهن وبتمسك دان واحد منهن وبتنام بسريرهن، والأم مزعوجة كيف بدها ترجعها تنام بسريرها مثل أختها بالغرفة لحالهن. ما تنسوا، أنا بدي أقولكم اللي متابعيني على الإنستغرام وعلى اليوتيوب اضغطوا سبسكرايب باليوتيوب حتى أنكم تتابعوني بحلقات الجاي، وعلى الإنستغرام ما تنسوا تعملوا فولو حتى كمان أنا وياكم نكون بتواصل. الآن إيش الحل؟ كيف أخلي الطفل يستقل في نومه بسريره؟ هذا موضوع بدأ لأنك أول شيء حطيتيها بسريرها بالغرفة مع أختها وهي ما رضيتش. ما رضيتش وإنت لما هي مدللة مثلاً، إنه أنا بديش أخليها تزعل، ده أغنجها، بديش أسمعها تبكي، أنا تعباني، خليها تنام، يلا أول يوم معليش، مرة مرضت وخليها تنام، بديش أسمع بكاها. هيك بتبدأ سلوك الأهل هني وفروه للطفل هذا، والطفل هذا كسر القانون. يوم ورا يوم كل سلوك بحقق لرغبة أنا عم بكرره، الطفل قاعد بكرر هذا السلوك، ببكي، بصرخ، بفرجي قديش هو بشفه وبشفقه عليه، صارت رغبة، صارت عادي، وتكررت وصارت عادي، صارت مش بس عادي ينام بالسرير كمان يمسك الدان. احنا بدنا نستبدل هاي العادي. ليش بدنا نستبدلها؟ لأنه هاي عادي فيها اتكال، فيها شعور بالشفقة، فيها شعور بأنه ما عندوش هذا الطفل تقدير ذاتي وثقة بالنفس ومش عم بتطور بشخصيته السوية المستقلة. هذا السبب، ما فيش غيره سبب تاني. اللي بدنا إحنا نستبدل عادي اللي هي غير مستحبة بعادي مستحبة، يعني لمصلحة الطفل مش لمصلحتنا، ولا لحتى إحنا نتريح. مصلحة الطفل في إنه يستقل، ما يكونش اتكالي، وخصوصا قضية إنه مسك الأذن. فبدنا نبتدي في هون خطوات في البداية، وعلى فكرة الخطوات هاي بدنا نثبت عليها، والثبات يوم ورا يوم. يعني إذا يوم من الأيام كسرتي بدك تبدي من جديد لحد 3 أسابيع، أقصاها هاي الثبات على هذا الأسلوب 21 يوم. وقبل ما أبدأ أقولك إيش هو الأسلوب، بدي أقولك رح تعمل مرات كتير هتكسر لك القانون، رح تعمل على إنها تشفقك بابا عليها، رح تعمل إنها هي تبتدي تكسر، بدها تكسر القانون وبدهاش تطيع لأنه هي تعودت على النوم بسريركم. فالخطوة الأولى خلال النهار كتير مهم إن أوفر لها كل ما يمكن يساعدها على إنها هي تعمل نشاط حركي وتتعب. كل ما عملت نشاط حركي أكتر ورياضة أكتر، كل ما صارت هلكاني وتعباني ومحتاجة لإنها تفوت بسريرها وتنام. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية من بعد هذا بنهاية النهار حمام دافي. حمام الدافي بيعمل لجسمها استرخاء، الاسترخاء يعني بلشت تنعس. بعد الحمام الدافي نقعد نتعشى، العشاء يكون خفيف اللي فيها ما تحسش انه معدتها ناقصها هضم او اكل، ترتاح شوي وبعدين منفوت على السرير. مننامش دغري، مهم جدا انه نفرجيها انه احنا مش نتخلص منها، احنا مش تعبانين منها، احنا مش مبسوطين معها، احنا كتير مبسوطين معها. امان، فيش قلق، اطمئنان، حب، انا بقعد جنبها. دور الماما او البابا نقعد جنبها ونحكي لها قصة اللي فيها تعملها سكينة، استرخاء زايد اكتر. انا مثلا ألفت قصة كشكش ينام بسريره اللي هي بتحكي على نفس مشكلتها، ممكن قصص تانية كمان، المهم قصة اللي تعطيها شعور بالأمان بالإطمئنان وتخليها تصير شريط في راسها، شريط سينمائي اللي تنام وهي مرتاحة ومبسوطة. وهون بعد ما تخلص القصة وبعد ما أعبط وأبوس بسألها، وهذا كتير مهم،
لحتى اني اريح لها اذا في عندها ذره من الخوف او ذره من عدم الامان. بريحك ضو خفيف، بريحك اطفي الضو، بريحك اذا بقعد قدام الباب وبدلك شايفتيني. هاي اسئله كثير مهمه لإلها، اللي تشعر انه في عندها نموذج عاطفي هو بتعاون، مش عماله بأمر، مش عماله بكون، مش متعاون، عماله بحب. وبتكون تتوقعه بعد ما تقعدي، بدك تقعدي قدام الباب، اكيد تطلب تقعدي قدام الباب، انت او البابا واحد منكم بده يقعد وتبادلوا هذا. انشغلي، تفرجيهاش انك انت قاعده بتستني باللحظه وانت بدها تغفى. اعملي اشي اللي هي تغفى وانت بعدك مش منتبهتي لها، تقري كتاب، تطوي غسيل، تسمعي موسيقى، ايش بدك. بس اهم من كل هذا انها هي كل ما فتحت عينيها وطلعت شافتك انك انت موجودة او انت بابا موجود. اهم من كل هذا بدك تتذكر انه راح تفيق بالليل، اول فترة زمنية اللي فيها بدنا نثبت على استبدال العادي، راح تفيق بالليل. ومرات كتير ممكن تكون حالة عصبية، ممكن بدها تشفقكوا عليها، ممكن كتير وسائل. الأطفال كتير شاطرة كيف تكسر القوانين بسهولة وتخلي الأهل إنهن يعودوا يطيعوا ويكسروا التعويد، الاستبدال التعويدي الجديد. بدكوا تثبتوا، ومن هون بعد ما تثبتوا بخلال النهار كتير وفروا، وهذا مهم، توفروا كأب وكأم توفير بيئة عاطفية اللي فيها احنا منضحك مع بعض، احنا مبسوطين من بعض، الماما عم بتشوفني ان انا انساني عم بسلك سلوك مستحب، عم تمدحني، عم تشجعني. هذا توفير بيئة عاطفية، توفير بيئة ذهنية بتحذرني، بتنكت، تعالي احكي لك هالنكتة، بتضحكني، بتزغزغني، دغدغة كتير بتعمل لابنة 3 سنين هيك اشي حلو، الحقي ارقدي والحقيها ومسكتك. كل هذا بعمل جو بانه انا كطفل عايش في بيئة عندي ام وابو بيوفروا لي كل، بشبعوني بكل حاجاتي العاطفية والجسمانية والذهنية. بالنسبة للقطة أنا ما عنديش مانع بنت 5 سنين إن أنا أقولها إن أنا بتريحش بوجود قطة في البيت، أنا بحس حالي مش مرتاحة، لأنه هذا ضروري التواصل كأطفال كمان خيال. أنا كمان بحبش مثل أنت، وأعطيها أمثلة على إشي هي بتحبوش كمان، بس أنا بقدر أعطيك حلول بديلة مثلا سلحفاة، طير، دمية كشكش، دمية حيوان، أختك على إسطبل بالجمعة مرة، عند خالتك نروح إذا في عندها. هذا حل اللي بريحك وبريحها، ويمكن تضلها تنق وتقول بدي قطة، وأنت جاهلي يوم ورا يوم بروح هذا النق. وأنا عم بحكي معكم رح تشوفوا على الشاشة مواضيع كتير أنا حكيت عنها، ضلكم معي على تعليقاتكم واستفساراتكم لأنها بتساعدني أني أبقى أنا كمان معاكم على تواصل.